أنا كنت أحلم هل بيكون عندنا شوارع؟ هل بيكون عندنا أنفاق؟ هل بيكون عندنا تعليم؟ هل بتكون عندنا جامعات؟ أنا عندي أحلام وأحلامي كبيرة. لابد أن يكون هناك أمل. بطل تحدي القراءة العربي عبد الله البري وآمنة المنصوري. نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار كوكب الأحمر. مبروكين على المريخ والتاريخ. نوابغ العرب أكبر حراك علمي في العالم العربي. الذي يدير ظهره لآلام أخيه الإنسان لا يستحق شرف الانتماء إلى البشر. مش عايز في ولا واحد نايم في الشارع خالص. أنا بدي أتعلم. إحنا معهم لآخر الطريق. عايشين في فقر، ليش ما نصير إحنا لهم أمل وبلسم في الدنيا هذه؟ الإنسان اللي ما يشعر بمعاناة غيره هذا مو إنسان. لا مستحيلة للعرب أمل، نوافذ الأمل ستظل مفتوحة دوما. واحد لسه هيستمر ويدي لغاية آخر يوم في حياته. هكذا نبارك الآلاف من صناع الأمل. ألف مبروك لكل صناع الأمل. هم الفائزين بالدرجة الأولى والجائزة الأولى كلهم. إذا الإنسان فكر يعني وأراد الشيء، الكون يعطيه الوسيلة إذا كنت متفائل ومؤمن بتفاؤله.